أود بداية أن أشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ على تنظيم واستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف. President al-Sisi, thank you very much for this wonderful hospitality. الضيافة الحارة وعلى هذا التنظيم الرائع. اسمحوا لي أن أشكركم بديادي بدء فخامة الرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وعلى كل العناية التي حظينا بها في بلدكم الكريم. إنها تعتبر دراما رهيبة أن نتنفس هذه النسبة الكبيرة جدا من الكربون. التنوع البيئي هو شيء ضروري جدا ويجب أن نحافظ عليهم. حتى الآن لدينا الكثير من الآليات التي نستطيع أن نقوم بها. هذا المشروع أحد الخطوات الرئيسية لبدء الهيدروجين الأخضر والتحول النوعي في سوق الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، ويعطي أهمية كبيرة. والمملكة تطمح من خلال قمة اليوم إلى تكثيف التعاون وتنسيق لتمويل هذه المبادرات وتمكينها من تنفيذ مشروعاتها ومستهدفاتها وتعزيز الابتكار وإيجاد حلول إبداعية لمواجهة التحديات المشتركة. الثورة الخضراء أحدثت نقلة زراعية في القرن العشرين، والآن نحتاج إلى ثورة تصنيعية خضراء في القرن الحادي والعشرين تجعل اقتصاداتنا أكثر قدرة على الاستدامة. أسمع عبارات الشكر والتقدير على التنظيم المحكم للدورة 27 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.